لمزيد من المتابعة تنضم إلينا مراسلة الغد رايا يعقوب من عمان. إذن رايا، أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي شاهدناه قبل قليل. نعم، لقاء اليوم يتحدث عن إيجاد أفق سياسي لإعادة إطلاق تحرك دولي شامل لإيجاد حل لسلام شامل. الأولوية في هذا اللقاء كانت لثلاث قضايا: أولها ضمان وقف إطلاق النار، وثانيا عدم تكرار ما حصل أخيرا، وثالثا ما تقوم به إسرائيل بالتضييق على أهالي الشيخ جراح ووجوب التعامل معها، وأن لا حق ولا شرعية لتهجير أهالي هذا الحي. القضية الأخرى أيضا انتهاكات المسجد الأقصى، فبالتنسيق مع المجتمع الدولي بمنع وجود مثل هذه الانتهاكات وللحفاظ على الهوية العربية والدينية للمقدسات، وهناك أيضا العودة لتحقيق السلام. سيكون هناك كما صرح الوزيران تنسيق مع العرب ومع الإدارة الأمريكية ومع الأوروبيين أيضا للوصول إلى حل شامل، وأكدوا على التواصل الدائم بين كل هذه الأطراف للوصول إلى حل للمشكلة. وزير الخارجية المصري سامح الشكري حمل رسالة تضامن لما يعود بالنفع المشترك على جميع المستويات ولبنية العلاقات التي هي بالأساس تتسم بالقوة والمتانة للتصدي للتحديات الإقليمية في هذه الفترة، خصوصا في قضية القدس، لمنع الاعتداءات المتكررة وتستمر المباحثات بشكل حثيث لهذا الموضوع، والعمل بشكل دوري لإيجاد آفاق للحل العادل للقضية الفلسطينية. فلا سلام إلا إذا كان سلام عادل وشامل. ووضح أيضا وأشهد وزير الخارجية الأردني هذه النقطة، أن لا حل إلا في حل الدولتين ولتحقيق سلام عادل وشامل، وأكد أن هناك برأيه مواقف إيجابية للإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة، وأكد أننا نتطلع أيضا إلى اتفاق حقيقي للتوصل إلى حل للأحداث الأخيرة، وأن العمليات مستمرة في التنسيق لضمان هذه الجبنة قطعيا. وتحدث أيضا عن إعادة إعمار غزة. طيب رايا، أيضا من ضمن التصريحات التي ذكرت على لسان السيد الصفدي هو أن الأردن ما زال هو الدولة المسؤولة عن المقدسات الفلسطينية وما داخل هذه الأماكن، وبالتالي هل هناك آلية لتعزز دور الأردن في حماية هذه المقدسات؟ هل تحدث السيد الصفدي فيما يتعلق بهذا الأمر؟ لا أسمعك جيدا. رايا، كنت قد سألتك حول التصريح الذي أدلى به السيد الصفدي حول حماية المقدسات التي تنفرد بها دولة الأردن، فهل من إجراءات إضافية لتأمين هذه المقدسات وحمايتها من قبل الأردن؟ نعم، أكد بما يخص الانتهاكات لمجلس الأقصى وبالتنسيق مع المجتمع الدولي لمنع وجود مثل هذه الانتهاكات ثانية، وللحفاظ على الهوية العربية والدينية لهذه المقدسات، وهذا يعود بالسلام الكامل الشامل الذي تحدث عنه سابقا وأكده بحل الدولتين. شكرا جزيلا لك رايا يعقوب مراسلة الغد، كنت معنا على كل هذه المعلومات.